مرحبا. المنتخب الفرنسي محسوب على أقوى المنتخبات بالعالم بآخر كم سنة بسبب اللعيبة يلي عطول بتلاقوهم عم يأبدعوا بالنوادي الكبيرة مثل مبابي بباريس سان جيرمان، جيرو بميلان، فاران باليونايتد، وبنزيما يلي على إيده شرط قيادة أعظم نادي أوروبي يلي هو ريال مدريد. في كمان غريزمان يلي بيلعب بأتلتيكو مدريد وغيرهم كتير، وأغلبهم بيلعبوا بنوادي كبيرة. بس أنت عم تلعب بكأس العالم يا عيني، وخاصة فرنسا عندها تحدي كبير هلأ يلي هو انه تحافظ على اللقب يلي اخذته من 4 سنين بروسيا. رح نحكي اليوم شوي عن المنتخب الفرنسي وتاريخه ومشاركاته بالبطولات القارية. خليكم معنا ثواني ومنبلش. تأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سنة 1919، وهي كمان نفس السنة يلي انضم فيها للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وترأس غوري ميه أول مجلس إدارة للاتحاد الفرنسي بين 1919 و1942، وكمان كان بنفس الوقت رئيس الفيفا بين 1921 و1952. وعلى فكرة كان هو وراء فكرة إنشاء كأس العالم لكرة القدم وتنظيمها لأول مرة بسنة 1930. أما الرئيس الحالي للاتحاد الفرنسي فهو نوار لوغريت يلي أخذ المنصب من سنة 2011، ولعبوا منتخب الديوك أول مباراة بتاريخهم بأول أيار بسنة 1904، كانت ضد بلجيكا وانتهت النتيجة بالتعادل بثلاث أهداف لثلاثة. أما بمشاركاته القارية فالمنتخب الفرنسي عنده 12 مشاركة بكأس أمم أوروبا من بين 16 دورة نهائية لليورو، بس نتائجه كانت واضحة بهديك المشاركات، وقت أخذ اللقب مرتين، مرة بال 1984 وقت يلي استضاف النهائيات وخسر إسبانيا بالنهائي بالنتيجة 2-0، والمرة الثانية بسنة 2000 وقت يلي رجع من أوروبا وتحديدا من الأراضي البلجيكية والهولندية وهو حامل الكأس، بعد ما خسر إيطاليا بنتيجة 2-1 بفضل الهدف الذهبي من مهاجمه دافيد تريزيجيه. وطلعوا الديوك لدور الربع النهائي بنسخة 2016 يلي كان محظوظ بشرف تنظيمه، بس خسر المباراة النهائية قدام البرتغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد للأشواط الإضافية، وتراوحت باقي مشاركات فرنسا بين أنه يكتفوا بالدور الأول 4 مرات ووصولهم للدور الربع النهائي 3 مرات ونص النهائي مرة واحدة. وجنب لقبين اليورو توج منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية بنسخته الثانية سنة 2021 وفازوا بالنهائي على إسبانيا بنتيجة 2-1. شارك المنتخب الفرنسي بكأس القارات مرتين، كانوا بيكفوا أنه يفوز بهالنسختين، مرة بنسخة 2001 يلي كانت بكوريا الجنوبية واليابان وفاز فيها على المنتخب الياباني بنتيجة 1-0، وبالنسخة الثانية بال 2003 وقت كانت بفرنسا وأخذ فيها اللقب بعد ما فاز بالنهائي على الكاميرون بالهدف الذهبي للمهاجم تيري هنري. طيب تعالوا نتذكر من أبرز اللاعبين بتاريخ فرنسا. صنعوا كتير من اللاعبين الفرنسيين ربيع بلادهم بكتير مسابقات قارية وعالمية من قبل. بيجي أولون وعلى رأسه ميشيل بلاتيني يلي بعدها صار يدرب المنتخب الفرنسي وبعدها صار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وساعد بلاتيني يلي خاض 72 مباراة دولية وسجل فيهم 50 هدف بتتويج الديوك بأول كأس أمم أوروبية بال 1984، وكمان ساعدهم لا يطلعوا على النصف النهائي بكأس العالم بال 1986. وكمان الكرة الفرنسية ولادة وجابت كتير من النجوم مثل آلان جيراس، جون تيغانا، بيرنارد لاما، وجون بيار بابان، وكمان حتى بجيل المميز يلي تألقوا بأواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي وقادوا فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا بال 2000. وأبرزهم زين الدين زيدان وديدي ديشامب يلي هلأ حاليا هو عم يدرب المنتخب الفرنسي، في تيري هنري، تريزيجيه، مارسيل دياسيه، ليليان تورام، دوغاري، فابيان باتيز وغيرهم. أما بالنسبة لمشاركات المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم، شاركت فرنسا بأول نسخة من المونديال وقت يلي كانت بالأوروغواي سنة 1930 ويلي كان فيها 13 منتخب، بس فرنسا كان لها ب 13 تموز 1930 شرف لعب أول مباراة وقدرت تفوز أول فوز بتاريخ كأس العالم وقت يلي تفوقت على المكسيك بنتيجة 4-1، وكان للمهاجم الفرنسي لوسيان لوران شرف التوقيع على أول هدف بتاريخ المونديال.
اجمالا سجل الديوك حضورهم بنهائيات ب 15 دوره نهائيه وجابوا اللقب مرتين، اول مره بال 98 بعد ما فازوا بالنهائي على البرازيل بنتيجه 3-1، وثاني مره بال 2018 وقت فازوا بالنهائي على كرواتيا بنتيجه 4-2، وكمان طلعوا على الدور النهائي بال 2006 وخسروا اللقب لمصلحه ايطاليا بضربات الجزاء، وكمان وصلوا على المركز الثالث بدورتين 1958 و1986. طيب مين هن الأبرز لاعبين فرنسا بمونديال قطر؟ المنتخب الفرنسي معزز بألمع النجوم بكأس العالم قطر اللي هن هلأ بيقودوا أكبر النوادي بأوروبا ليعملوا نتائج حلوة. منتخب الديوك عنده خط هجوم ناري وعلى رأسهم مبابي هداف كأس العالم ب 2018، وأنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد الإسباني، وجيروم مهاجم ميلان، وجينكس لكومان لاعب بايرن ميونخ. وكمان عم يكون في أدوار حلوة للاعبين تانيين بصفوف بطل النسخة الماضية من المونديال مثل هوغو لوريس، جول كوندي، كامافينجا وغيرهم. ولهون حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها، انطرونا بحلقة جديدة.